وكان القرار أنه نحن لا نتحمل في الجمهورية الإسلامية أن يعني يستفز إخواننا أهل السنة والجماعة، وطلبوا منه بكل احترام، ولا بطش ولا فكش ولا نتش، بكل احترام قالوا له أن تهدأ وأن أن يعني أن تتوقف عن إصدار هذه الكلمات وهذه المواقف حتى تهدأ الأمور ويتم معالجتها، وبعد ذلك يحدث الله أمرا. هذا كل ما في الأمر. فالآن هو المطلوب منه فقط كان هو أنه لا يخرج منه تصريحات حتى لا تتعقد الأمور، لأنه هو يريد كان أن يرد، ويريد كان أن نحن نعلم أنه بالرد أحيانا تزداد المشكلة. فهكذا كان، هذه هي كل القضية وهذا هو رأس مالها. ما ممكن تطلع إلى دولة ثانية؟ أقول منعونا العراق من هنا. لا مو هنا، ما لا أملك الآن أي مسبب للخروج. مراجعنا نسألك الدعاء بقم ما موجودين، بيطلع مثلا مرجع بقم بيفتي اليوم بنبش قبر أبو بكر وعمر. طيب وهذا وجوب على كل مسلم، جنابه لو كان موجود بالسعودية بيقدر يحكي هيك حكي؟ طيب شو عم يعمل هو بشيعة السعودية بهذا الحكي؟ شو عم بيسوي؟ طيب هذا شو بيفرق عن داعش بهذا الفكر؟ بس لازم يشكر السيد الخامنئي اللي عامل له غطاء أمني لحتى يقعد يفتي على كيفه بهذه الطريقة. شو عم يعملوا هودي؟ خربوا التشيع. والجمهورية الإسلامية عندها تجربة ناجحة في هذا المجال، لا تكمم الأفواه إلا طبعا إلا أفواه الفتنة، أفواه التي فيها ضرر على المصلحة العامة. مراجعنا نسألك الدعاء بقم ما موجودين، بيطلع مثلا مرجع بقم بيفتي اليوم بنبش قبر أبو بكر وعمر. بيطلع مثلا مرجع بقم بيفتي اليوم بنبش قبر أبو بكر وعمر. طيب وهذا وجوب على كل مسلم، جنابه لو كان موجود بالسعودية بيقدر يحكي هيك حكي؟ طيب شو عم يعمل هو بشيعة السعودية بهذا الحكي؟ شو عم بيسوي؟ طيب هذا شو بيفرق عن داعش بهذا الفكر؟ بس لازم يشكر السيد الخامنئي اللي عامل له غطاء أمني لحتى يقعد يفتي على كيفه بهذه الطريقة. شو عم يعملوا هودي؟ خربوا التشيع. والجمهورية الإسلامية عندها تجربة ناجحة في هذا المجال، لا تكمم الأفواه إلا طبعا إلا أفواه الفتنة، أفواه التي فيها ضرر على المصلحة العامة. يحرموا وكرروها 100 مرة أنه سب ولعن وإهانة مقدسات المسلمين كل البشر. لا تكمم الأفواه إلا طبعا إلا أفواه الفتنة، أفواه التي فيها ضرر على المصلحة العامة. ها صاحب فتنة الذي لا يوجد في تاريخ الإسلام من أفتى بأن صاحب كل ملة ونحلة هو مأجور لا فقط معذور. هذا الرجل يصير صاحب فتنة؟ لا تكمم الأفواه إلا طبعا إلا أفواه الفتنة، أفواه التي فيها ضرر على المصلحة العامة. الذي يقول كل شخص يعتقد بحجر يعتقد بمجر يعتقد بكل شيء فهذا هو جنون. إذا كان عنده دليل فهو معذور لا فقط شنو فهو مأجور لا فقط هذا يكون صاحب توهين أو تكذيب. الله أكبر. لا تكمم الأفواه إلا طبعا إلا أفواه الفتنة، أفواه التي فيها ضرر على المصلحة العامة. هذا الحق. شوف النصيحة، فمن الواجب على الشباب المؤمن تعرية هذا الرجل الفاسق كم مرة عادة وتوهينه وعزله نصرة لله ورسوله. وكذلك أيضا نحن لسنا من أهل التكفير ولا من أهل التحجير، والجمهورية الإسلامية عندها تجربة ناجحة في هذا المجال. فأمثال كمال الحيدري وأمثال الشيرازيين وأمثال الداعشيين، هؤلاء الذي يريد أن يخلق الفوحدة بين المسلمين لا بد أن يعزل هؤلاء عن جماعة المسلمين. نحن لسنا من أهل التكفير ولا من أهل التحجير، والجمهورية الإسلامية عندها تجربة ناجحة في هذا المجال. هذا الحق. شوف النصيحة، فمن الواجب على الشباب المؤمن تعرية هذا الرجل الفاسق كم مرة عادة وتوهينه وعزله نصرة لله ورسوله. نصرة، أكو شخص نصر الله كالسيد الحيدري، والله لم نعرف الله إلا هذا السيد عن طريق خالد عرفنا الله منه. كنا نعرف الله جلاد، الله منتقم، الله سبحانه وتعالى يعلق المرء إذا طبعا فليش عالم عدو ولانا يعلق هالشكل في جهنم. من عرفنا الله؟ حتى الملحدين الآن ببركة هذا السيد عرف لهم الإله الرحمن الرحيم الذي دخلوا في الإسلام. من الذي عرف لنا رسول الله صلى الله عليه وآله غير هذا الرجل بأبحاثه التي ملأت الدنيا منذ 40 عاما؟ بعد من الذي عرفنا الأئمة سلام الله عليهم بهذا التعريف؟ أئمة الذين هم منهج التسامح، منهج قبول الآخر. من الذي هذا صاحب فتنة الذي لا يوجد في تاريخ الإسلام من أفتى بأن صاحب كل ملة ونحلة هو مأجور لا فقط معذور؟ هذا الرجل يصير صاحب فتنة الذي يقول كل شخص يعتقد بحجر يعتقد بمجر يعتقد بكل شيء فهذا هو جنون. إذا كان عنده دليل فهو معذور لا فقط شنو فهو مأجور لا فقط هذا يكون صاحب توهين أو تكذيب. الله أكبر. انظر
هذا الفوتوني وحسنه نصرة لله والأئمة عليهم السلام. من أين عرفنا كتب العقائد؟ من كتب بالعقائد مولانا؟ أعطوني عالم واحد كتب في التوحيد مولانا، عنده 10 12 مجلد بالتوحيد. من الذي هذا؟ لماذا هذا؟